هاني شادة الربعي مش برشا هوني حد الكرم كان كايوري شريت منها غيرة برشا غيرة شنو باش تعمل بيها؟ التيكاية المكتوبة باليد لقطها من الكياس كي لوحتها جيجي من شباك الكهرباء مكتوب عليها مسامر كروشيات لصقة متعلوح وكدنوات تحسها عندها برشا تصليح وتحب تسكر على روحها علاش ما نعاونهاش؟ أما كيفاش الدخل؟ سكيت متاعي ما يعرف كان يزف سنس نغمض عينيا ونخلي سقايا برك تقود من قبيلة وانا نحاول نخطف خزر الشي تمشي عينيها على كتافها خطوة زايدة تفيق بيا من بعد وقفت عند الززار شفت ويعطي فيها كرشة والحم هذوما طول ظاهرين ملوخية منزل مبروك تحب نذوق منها عند الخضار ما شريت كان غلة لوجيك من بعد وقفت عند العطار خذيت قهوة وحليب وياغورت طبيعي لا سكر لا تاي لا بشكوتو كي رجعت للدار قعدت نتسقر شوية تحت القرموط بالزهر طلع الجراج دوبا ريحة الثوم بدات تتقلى سمعتها تقربع وتهبط في دبش تحسهم ماكينات حديد في حديد ليلتها كي سمعت ماكينة الخياطة تجري فهمت تعديت مدة وشفنا بلاكة مكتوب عليها بالسوري بحروف معرقة كوتيوغيير أنا مرضت قبلها عديت 5 أيام في الفرش عايش على طنجرة برود وعملتها لي أمك وسيلة نتقلى ونتباوع درجة السخانة يمكن 130 مفاصلي عاملة زردة حمرة بالوجيعة ونفاخ نرقد ونقوم ونعوم ونغطس في السيولات الكل حسيت روحي فرخت من روحي وتبعثت فيا روح جديدة تقييت روحي شفتها كي مشيت في التواليت عم حمد دق علي الباب في الفجر وقال لي تستحق شي حاجة ومشي ما استنانيش نجاوبه قمت طليت على الشارع نفست بصدري الكل خسرت الشمس ربيع متعدية من بين الصحاب حطيت يدي على جبيني سخانة ما عادش نحس فيها عرفت لي أنا بريت حلمت برشا بأمك قالت لي أمي وسيلة من بعد زادت يا أخي شو اسمها نادية يا رجعتني بالتوالي متفكرها صاحبتي اللي نقلت توا عامين ما عندي كان هي نادي قلت لكم طلعت هي اللي سمتني برمسكي وانا ما في باليش كي اختي نحسبها مش جيجي يا ربي ويني اكثر حاجه نحب نرجع لها طلعت على سكيت متاعي ونقص في الترين وما صبرتش خلطت قدام الجراج نلقاه يحل التسعه عجبتني البلاكة متاع خياطة بالسوري تخيلت روحي نفرشك فيها هكا بطرف دهن زيدها شوية أحمر وأخضر قزاز تستاهل قدام حانوتها محابس نوار أنا مريقة على المحابس نفيق كان بباب تحل وخرجت قدامي جيجي تتانا جيت هزت راسها متبسمة عملت روحها تغزل للشمس وقالت لي تلوش في خدمة ريتك تبع فيا من بعد فقدتك لباسة مهمهت حبيت نهرب ما عيب نجمت كن نعمل لها أي براسي عاودت سألتني قديش عمرك وش تعرف تعمل 10 سنين وكل شي خطر حتى كي ما نعرفش نورمال نتعلم كذبت برجولية في عمري مش استنقاص فيها ما نورمال ذيك أموري وحد في الحمى ما يعرف عمري كان نادي هي على الأقل مشيت قررت باش نرجع لبيتي لازم نخمم في اللي صار حسيت روحي مزيل في شوية اما طاير السكيت متاعي يمشي وحده كي تكون دزة بساقي ما دزيتهاش تقولش عليها ربي ينفخ بهدوء في ظهري كي خلطت نلقى بلاتو فيه برقة خضرة ومعقودة كيما نحبها مرخرخة اما شادة روحها باقيت طليان كاملة ويا غرطة بنا ميسيلش لحستها حتى كان ما نحبش البناء رجعت بنادم قررت باش نقعد نقرا حتى من غدوه ما دام ما نستحقش باش نجري على قوتي كرشي الحمد لله جبت صندوق من تحت فرشي تعجبني بيتي كي سيلون يقول لي مارسيل صاحبي اللي صلح في التلفز تعرف سيلون انت صغير امانه خاطر بروست دخلت للحبس وقت برقيبه هو اللي علمني نقرا سوري وعربي وهو الحق ما دخلش الحبس على خاطر كتاب شوية خاطر يحب الأولاد مش الصغار بالكل ينجموا يقولوا عليه برشا كلام إلا الحاجة هذه تظهر لي مخطرة وغالطة في حقه
مارسيل بمخه ما نجمش يحب طفل صغير مازال حليب امه بنسنيه، ومانيش نحكي على روح خاطر انا يتيم وصاحبه وزيد ما نحملش الحليب. نحكي على حومه تخاف من اي حاجه الا من الجهل. كتب بيتي لولانين الكل هو اللي مدهم لي، ومن بعد وليت نشريك نلقى مستعمل نحطهم في صندوق حديد لقيته في بيرويتش منديفير اللي بحث السيدي بالحسن باش نستحفظ عليهم وحد ما يجيب لهم خبرة. نتصور يشكوا فيا مهبول ولا مخبي حاجة، كان يفيقوا بيا نقرة. وزيد عم أحمد عمره ما شد كتاب في يده ولا يعرف حتى يفك الخط. جبت كتابي العزيز، ذكرت صاحبي باسبارتو رحلة حول العالم في 80 يوم. أول كتاب قريته دوبا ما بديت نقرأ، تعلمت اللي لازم نتعلمه الكل، قوة الإنسان في دقته وقدرته باش يتأقلم، والراجل على كلمته. ديما نرجع له كي تظلم في عيني وأسألت مخي ما تحبش تسكت، عندي سوية وانا نشك في فكرتي. بالرغم حكيت معايا أول مرة ومش آخر مرة، حسيت روحي بعدت عليها. يمكن زيدا جيجي ما عادش تصويرها نرمي فيها شنو نحب. عجبتني أكثر كيفاش خليتني نتبعها وما عملت ليش حبارة، مش كيما أي مرأة. اختصت بلي رجعت لي قوة، الكلام حارث في جبيني، مخي يجبد فيه جبدين كاك الطاحونة كي تبلع القمح وتهرجه وبعد الطريه يولي فارينة تنفخ عليها ولا خبزة عادي بيه. كتابي كيما تقول بابا يرسمني خريطة، بعد في كل محطة يطبعني وفي الأخر يوصلني ويسيبني. نولي أنا نرجع له باش نتفكره ولا على خاطر توحشته. 80 يوم وصرف في سوية، بالضبط 5.5 سوايع، فما مقاطع قريتهم أكثر من مرة. هذا شعلمتني القصص، صحيح فما لي منهم ما زلت ما نفهموش، أما كما يقول مارسيل اللي اليوم لغز غدوة يبان، بعد غدوة يولي لك بيان. أعمل شي رضيك الحب يجزيك. حبيتها القراية كعائلتي المفقودة، عمري ما حاولت نفهم علاش فما الناس يجيوا للحياة من حيث لا ندري. نراها فرصة حياة كبيرة تختار فيها شكون بوك وكيفاش تحبه. أمك صعبة شوية ومزيانة برشا، ينجموا حتى ما يتقبلوش باش يحكيوا على عمايلك. أخوتك يكونوا صغار هكيك تعلمهم حاجات، خاصة يعملوا على خيالهم باش يصنعوا أي حلمة. بطبيعة خلف عائلتي الخيالية عندي أهلي وناسي، ومنهم اللي تعرفوه والباقين هم جايين. عندي مدة على قاعدة عائلية نقطر فيهم. ماذا بيا نحكي على جيجي؟ بابا صعيب ما يكلوش معاه الحكايات هذو. عندي أحساس عظيم كيهزني النوم هكا وأنا نقرأ، نكمل في حلمتي ونتعدى ليقظة النوم. ليلتها ما حلمتش، ما حلمتش بجيجي، حلمت بروحي. حلمت بروحي في مسرح أثري قديم، وفما ضو مش عادي أما ينجم يدل على إنها ساعة تميل من بعد الأربعة. أنا ما نشوفش في روحي خطرني في وسط هالحلم، أما دايرة بيا فرقة نحاسية تمشي وتقرب لي، تمشي وتقرب لي، وأنا خايف، خايف لما يشوفونيش ويدخلوا فيا بالسناجق يصدعوا لي وذنيا شعرة ونعمل هكا ونترفع بقوة الدف. نسيب روحي على خاطر زيد نقاوم، حسيت بلطخة في عظامي، حليت عيني، فرحت لي أنا في فرشي. مازال بكري على عالالي. راكم تقولوا من بكري يا شكونك أنت شكون برمسكي ومن بعد؟ نجم جاوبكم في الوقت المناسب، يمكن يلزم نفهموا بعضنا بعد ما تعرفنا. بعد المعرفة يجي اليقين، ما عنديش الثقة فيه أما عندي الثقة لي أحنا باش نعملوا مشوار باهي جميل. عمري ما شفت إنسان بالسهولة متاع برومسكي، اللي يطلب يلقاه، اللي تسأل يجاوب، كيما يعرش يلوج معاك. كنا عمرنا 5 سنين صحيح، إما عشنا مع بعضنا النهار وطوله مع بعضنا، نتفارقوا كان باش ناكلوا ولا باش نرقدوا. في الشتاء غميضة، في الربيع شدة، في الصيف نعملوا دار على البحر، والخريف نسرقوا الغلة ونوليو نحفروا حفر.
Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste. هوني في الكيف الطبيعة خيالية كيما في كليلة وادمنا. فما بهيم يفكرني في برومسكي سميته سقراط، هو اللي مصبرني. هوني الصغار صغار ما يفهموا شي، لعبتهم ما فيها حتى حكاية، يلعبوا وكهو. سقراط نحكي معاه، ساعات يخليني نركب فوقه شوية ويطيحني، ساعات البيبي متاعه تولي كبيرة نعرفش علاش، يمكن باش يعمل بيبي إما ما نشوفوش ديما. ساعات يعمل بيا دور كي نهزو للحرث على خاطر يفرح يولي يبمبي، يفهمني هو زيدا. N'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres et reste là.